عبر الهاتف من تعز ينضم لنا العميد عبد العزيز المجيدي الخبير العسكري والاستراتيجي. اهلا بك معنا سياده العميد. القوات قوات التحالف وطائراتها مستمره اذا بقصف اهداف الحوثيين ردا على الهجوم الصاروخي الذي اطلق باتجاه الرياض يوم امس. ما اخر تطورات حتى ما يجري على الارض من تطورات بحسب المعلومات المتوفره لديكم، ما هي؟ تطورات المعركة على مستوى مسرع الأعمال القتالية، المحافظات التي ما زالت تتواجد فيها الميليشيات الانقلابية الحوثية في محافظة شبوة، المعارك تسير في ديناميكية متسارعة وعلى وشك أن تتصحر بقية المواقع التي تتواجد فيها الميليشيات. في اتجاه محافظة تعز على الساحل الغربي، حققت قوات المنطقة الرابعة بتعوبة التحالف وطيران التحالف العمودي والقتالي تقدم كبير بمسافة 30 كيلو متر من يقتل حتى الخوقة وما بعد الخوقة. هناك معارك تجري في غرب تعز وهناك تقدم لقواتنا في جبهة اثنين. طيران التحالف مستمر ومكثف طلعاته على كل الجبهات وخاصة باتجاه العاصمة صنعاء والمعسكرات التي تردد فيها الصواريخ وقواعد التجمع للميليشيات. التوجيهات الأخرى الجمهورية باجتماعه الأخير وقراره الأخير أثناء اجتماعه بالجانب الإقليمي والدولي على العزم في حسم الموقف عسكريا، لأن هذه الميليشيات ليست لحوار، هي ميليشيا شعارها الموت وشعارها القتل، والمعركة نحو حسم الموضوع وحسم المشكلة والانتماق عسكريا إن شاء الله قريبة على أن تكون. طيب سيادة العميد، على الأرض المدنيون يعني ما ردود أفعالهم، خاصة وأننا نعلم بأن الحوثيين يقومون بفرض قيود على تحركاتهم حتى اليومية، يعني فماذا كان رد الفعل إلى الآن؟ ميدانيا على مستوى القاعده الشعبيه للميليشيات الحوثيه، خاصه بعد فك الارتباط مع المؤتمر الشعبي العام والشهيد الرئيس السابق الذي قتلته الميليشيات، لم تعد لها الا في بعض المناطق كمسقط راسها باتجاه في بعض مناطق صعده وبعض مناطق في اليمن فقط هناك لها شعبيه او لها حاضنه، لم تجد لها حاضنه، فقط هي الان تتعامل في الحيز والنار والقتل والسحل والاخفاء والاخفاء القسري والسجون السريه والتعذيب للمواطنين، وهذا ما يعجل بزوالها في كل يوم في كل منطقه تنصدم مع المواطنين. واخر في محافظه تعز في منطقه الحينة هناك حصلت مواجهات وحصل قتل لبعض الكثير من افرادهم ومشرفيهم، وفي كل المحافظات اصبحت الكراهيه عامه لهذه الميليشيات السلاليه التي تقتل وتسحر الناس ودمرت اقتصاد البلاد والبنيه التحتيه للبلاد. شكرا لك على هذه المداخله معنا العميد عبد العزيز المجيدي الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز.